بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحدث الإمساك بسبب تقلص العضلات في الأمعاء، تصبح حركتها بطيئة جدا لدفع البراز من الجسم، ولا يعتبر الإمساك من الأمراض الخطيرة أو المزمنة، ولكن تكرار الإمساك لفترة طويلة دون إيجاد الحل المناسب للتخلص منه يؤدي إلى حدوث مضاعفات عديدة، منها الفتاق والبواسير والدوالي. بالنسبة للطرق التي يمكننا القيام بها للتخفيف من مرض الإمساك، هي اتباع نظام غذائي غني وغني جدا بالفواكه والخضروات، بالإضافة إلى شرب كميات وفيرة من الماء، لأنه يساعد في علاج الإمساك. بالنسبة لوصفة اليوم، ابتعدوا عن المشروبات الغازية أثناء عمل هذه الوصفة. نحتاج في هذه الوصفة إلى ملعقة طعام كبيرة من عشبة السنا أو السنا مكي، والتي موطنها مكة المكرمة، ولكنها متواجدة عند العطار، موجودة وبكثرة. اسأل العطار عن السنا أو السنا مكي، هي متوفرة وهي معروفة لعلاج الإمساك، وكذلك نستخدمها في الرقية الشرعية. الرقية الشرعية تستخدم لإخراج السحر. نحتاج لكوب من الماء المغلي. أولا نأخذ ملعقة طعام من السنا أو السنا مكي، وتكون مغسولة ومنظفة جيدا، نضعها في كوب، ثم نفرغ عليها كوب ماء مغلي بهذا الشكل، وبعدها تترك لمدة ربع ساعة كي تنقع لمدة ربع ساعة مع إحكام إغلاق الكوب. بعد مرور الربع ساعة يحلى المشروب بواسطة عسل نحل إذا توفر عندك، أو بواسطة السكر. يشرب هذا المشروب قبل وجبة الغداء أو قبل وجبة العشاء، ولكن يفضل المكوث في البيت، لأن وصفة مشروب السنا مكي سريعة المفعول، مباشرة مفعولها بحول الله تعالى تعالج الإمساك، مع أخذ ملعقة طعام من زيت الزيتون الأصلي على الريق، رائع جدا لمكافحة وعلاج الإمساك حتى وإن كان مزمن، أو إضافته إلى السلطات. بالنسبة للحوامل والمرضعات، يبتعدوا عن وصفة السنا مكي. الأطفال تحت سنة 12 سنة ممنوع عليهم هذه الوصفة. بالنسبة للي يعانوا من البواسير، كذلك ممنوع عليهم هذه الوصفة، لأن مفعولها سريع جدا. استخدام هذه الوصفة اللي عندها إمساك خفيف مرة واحدة فقط كل شهر. بالنسبة اللي عندهم أو يعانون من إمساك مزمن، 3 مرات في الأسبوع. إن شاء الله تكون هذه الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو على مواقعكم الاجتماعية حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.